السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جينا نحكوا على ثلاث لاعبين اللي لعبوا اليوم. سعيد بن الرحمن اللي دخل في الدقائق الاخيره ما عطالوش وقت بزاف، على كل حال ضد ليستر سيتي نقاط مهمه جدا تانيك نحكوا فيها في الموضوع هذا. وتانيك بن الرحمن عجبني في العشر دقائق، عجبني دوك نقول لكم علاش عجبني. ونحكوا على اسماعيل بن ناصر اللي قدم اداء رائع جدا 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 اليوم، الله يبارك على كل حال. ونحكوا على بالليلي اللي قدم اسيست والفريق تاعو فاز بخمسه. هاد ثلاث لاعبين وهاد ثلاث المواضيع اللي راح نحكوا فيهم. اولا نبداوها بسعيد بن رحمه كما قلنا، روحوا لاسماعيل بن ناصر، وفي الاخير نحكوا تانيك على يوسف بالليلي. بو نبداو سعيد بن رحمه. سعيد بن رحمه على بالكم اليوم ماتش مهم جدا ضد ليستر سيتي، اللي فريق يعني محترم جدا وزيد يعني في بلادهم. ويست هام راهي حابه كما نقولوا تبقى في الكلاسمون الرابع ثالث باش تروح لدوري ابطال اوروبا العام الجاي. الهدف تاعها هو دوري ابطال اوروبا العام الجاي، يعني مباراه جد مهمه. سعيد بن رحمه شد الدكه اليوم. بون كما قال لي واحد في الانستغرام، قال لي سعيد بن رحمه يسهل الدكه واحد اربع المباريات باش يفطن من داك الدكه مليحه. بكل صراحه انا ما نتمناها لوش على كل حال، ولكن من داك الدكه مليحه. علاش نقولوا من داك الدكه مليحه؟ لان اللاعب كي يبدا يقدم 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 بعد يبان باللي راهو يلعب اساسي، يبدا يتكل يقول لك خلاص انا شديت بلاصتي راني اساسي، يبدا المستوى تاعو يحبط، لازم له الدكه باش عاد تعاود تفطن وشغل تقرصو. بون سعيد بن رحمه مليح اليوم دخل، لان اداء تاعو كارثي الاسابيع هذه الاخيره ولي ماتش الاخراني تاعو، اداء تاعو ما كانش عاجبني. وكنت نقولها لكم صراحه في الفيديوهات، ماشي هذا هو سعيد بن رحمه اللي نعرفه. اليوم سعيد بن رحمه كي دخل يا خاوتي تيرا ثلث قد فات وراوغ واحد الخمس ست لاعبين ودخل، يعني اللعب هذا هو اللعب تاعو تاع سعيد بن رحمه. انتوما في 10 دقائق يا خوتي تيرات الخطرات مداري ماتش كومبلي ما يتيريش، ماتش كومبلي 90 دقيقة ما يتيري حتى تير، في 10 دقائق يتيري. وفي الانستغرام كي دخل درت لهم صورة والغرام اللي يتبعوا فيا في الانستغرام، كتبت لهم دخول سعيد بن رحمه، قلت له تيري من فضلك، يعني غير تيري انت مهاجم كي ما تيريش على المرمى ما تيريش ما تسجلش، لو كان تيري تحاول تسجل، ما تحاولش نهائيا زيرو اللي يطير على المرمى كيفاش حبيت تسجل. فسعيد بن رحمه اليوم قدم اداء مليح، ونتمنى انه مثل ما شوفوا ويست هام اللعب تاعها يا خوتي اقسم بالله غير تقع حياتك من داك يقدموا مباراه هكذا شابه وكذا منا، ولكن اغلبيه المباريات تاعهم لعب صامت. تقول لي راهم في المرتبه الرابعه، راهم في المرتبه الرابعه ولكن اللعب تاعهم صامت. انت تشوف كي تشوف ليستر سيتي عندهم لعب حلو، ليستر سيتي اللعب تاعهم حلو حتى يلعبوا لي كونتر اتاك، بصح لعب حلو تاك 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 كرات عالية صفات ديريكت لداخل يلعبوا لعب حلو. ويست هام اللعب تاعهم مكسر مخربش تاك، ومن بعد يماركو بيت كوفرولد بيطلع براسي مارك، هادو هما لي بيت تاعهم تقريبا كاع. ويست هام والله غير اللعب تاعهم صامت، لو كان مشي بن رحمه ما نتبعهمش كاع، بركي راهو بن رحمه وبن رحمه اللعب تاعهم ما راهوش تاع ويست هام بكل صراحه، والفهم يفهم هذا واش نقدر نقول. بو نجو لوليدنا اسماعيل بن ناصر باش ندخلو تاني كنهضرو على يوسف بلالي. التنقيط تاع سعيد بن رحمه ما نحكوش كاع عليه، لان دخل 10 دقائق ما عطالوش مين باور، يعني ما دخلوش وقت باريكزومبل 20 دقيقة، كان 20 دقيقة. باش نزيد نذكركم ما الهدف تاع التعادل، كانوا رابحين 1-0 ومن بعد ليستر سيتي ماركاو ضربة جزاء دارها كريسويل، ضربة جزاء باتمو، ومن بعد زادوا ماركاو الدوزيام بيت ولاو رابحين 2-1 ليستر سيتي. سعيد بن رحمه بالتير تاعو اللي تيره خبطت في لي ديفونسور طلعت خرجت كورنر، داروا كورنر جابوا البيت، يعني جا بالمعلق قال واسمو قال صوت قال واسمو هضر على هذاك اللي جابوه جديد نسيت واسمو، باش يقول سعيد بن رحمه غلط في الاسم. على كل حال قال لك بسببه اللي حرك الهجوم تيره ثلث مرات، وواحده من الثلاثه هذوك هي اللي جابت كيما نقولوا الركنيه اللي جابت له هدف. بو كان يهضر على فلاسيتش، وهو سعيد بن رحمه هو اللي تيرات ثلاث خطرات والضربه الاخيره هي اللي جابها هي. بو نجو نحكوا دوكا على وليدنا اسماعيل بن سعيد بن رحمه المباريات. انا نقولها لك قبل ما ندخل في اسماعيل بن ناصر، العب نورمال، العب قلتها لك دي خطر، العب كيما حبيت، يعجبو المدرب ما يعجبوش المدرب الله يسهل عليه. باش انا تلعبني كيل جاجا نو، انا ما نلعبش كيل جاجا، تلعبني كيل جاجا وما نبانش وتزيد من فوق تلومني وتحطني في دكه البودله. يا خويا نلعب اللعب تاعي، ما عجبكش نرفد كابتي ونروح ونتفاهموا وحديد قياس، هذا ما كان. باش خاطش ريح جاجا سي با لابان، ريح جاجا نشبع دكه،
نلعب مليح حتى ما نشبع دكه، نلعب مليح والله يسهل عليك. بون هذه هي، انا هذه هي وجهه نظري، ما كان لا خذا لها منا. بون نجيو لوليدنا اسماعيل بن ناصر، شوفوا التنقيط تاع وليدنا اسماعيل بن ناصر، دا التنقيط والراهي والراهي بن ناصر دا التنقيط 7.1، دا التنقيط 7.1 بصفره، عنده صفره. الاداء اللي قدمه اليوم يا خاوتي حتى كان يدخل، حتى شفناه يدخل للديزويت وتيرا قريب ماركه، وهذا هو اللي نطلبه انا من اسماعيل بن ناصر. دير كيما يدير كيسي، دير كيما يدير وسمو هذاك وسمو اي 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 طونالي، دير كيما يدير طونالي. علاش غير انت اللي تريح للور وتعسلهم وهما يخدموا وهما يماركوا وما يسجلوا؟ اطلع سجل نورمال، هذه باش تلعب في اوروبا لازم لك هكذا. والله ما انا نشوفو كريس ويل يدير، كريس ويل من الوسط يدخل يتيري للوسط الميدان في العالم كاع راهم يتيروا، غير انت راهم حاطينك تشخنه من اللور تاع الصبر، كي هما يضيعوا البالون وانت تعاود تسقم لهم اللعب. قدم اداء عالي اليوم، يقص كرات من الرجل، زربوط، هذا هو بن ناصر، يهفك بهذيك العفسه تاعك يعاود يدور. بن ناصر اليوم قدم اداء عالي جدا، الله يبارك، والتنقيط تاعو يشهد عليه. ربحوا 1-0 على كل حال اليوم ضد سامدوريا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على وليدنا اسماعيل بن ناصر، لان يا خوتي الاعزاز اسماعيل بن ناصر هو الاساس في المنتخب الوطني الجزائري، اسماعيل بن ناصر هو الاساس في المنتخب الوطني الجزائري. ما كان لا رياض محرز، ما كان لا ديفونس، وسط الميدان كي كان اسماعيل بن ناصر على ديدان وكان يقدم اداء عالمي دينا لا كوب دافريك. اسماعيل بن ناصر يعاود يولي للمستوى تاعو اللي كان فيه، الوسط تاعنا يولي قوة، كل شيء يولي قوة، لاطاك يولي قوة، الديفونس يولي قوة. كي يكون عندك وسط ميدان ضعيف ولا وسط ميدان ما راهوش في احواله، الخلل اللي يكون في المنتخب، التكسار، الربط بين الوسط والما، الزربوط يا خوتي هو اللي يجيب، هو اللي يرجع، هو اللي يسربي، هو الموتور، باش تمشي طونوبيل تنوض لها الموتور. كي يكون الموتور لاباس به، اسماعيل بن ناصر موتور تاع المنتخب الوطني وموتور تاع اي نادي، تاع الميلان حاليا، فهمتوا؟ بو نجوا لوليدنا الله يبارك على كل حلال اسماعيل بن ناصر، ونحتاجوه، نحتاج بن ناصر، نتمنى بالماضي يوصي بن ناصر، اغلب اللاعبين هو بن ناصر يوصيه يقول له حاول كيفاش ترجع للمستوى تاعك، قاتل حاول كيفاش ترجع للمستوى تاعك. بون دوكا نجيو لوليدنا بالليلي، بالليلي لعب المباراة اللي فات اساسي، واليوم لعب اساسي وخرج متاخر دقيقة 83، الله اعلم خرج، حاجة مليحة، راهو في اوروبا وراهو يلعب، يعني راهو يلعب بانتظام، يعني هذا واش نحتاجو من اللعب تاعنا. وين راهو يلعب؟ تقول لي راهو في قطر راهو يماركي، هنا ما راهوش يماركي، الله يسهل على قطر، انا يماركي لي بالسهوله في قطر، واش ندير انا بقطر؟ واقف يمدوا له صحابو وهو يتيري تيري، لي ديفونس تاعهم كاع ما شفت انا اللعب تاع قطر خاوتي، لي ديفونس تاعهم يستهزئوا بزاف، ما عندهمش هذيك الحراره، يصدم ما كانش، يعني حتى لي بليسور ناقصين كاع في قطر يا خاوتي. بون راهو في اوروبا، راهو في المستوى تاعو العالي، رانا شفناه اليوم كيفاش تحرك مليح، حتى انه تقول لي باريس من 5 اهداف خويا هشام بالليل يمد غير تمريره حاسمه، ايه نقول لخويا العزيز، ايه راهو داخل بالعقل بالعقل، بالليل بالعقل بالعقل، الماتش اللي فات ما مد والو، الماتش هذا مد اسيس، الماتش الجاي ماركي، الماتش اللي موراه اسيس ويماركي، الماتش اللي موراه دوبلي، الماتش اللي موراه تريبلي، ويبدا يدخل ايكيب جديده ودوري مختلف تماما. ما تقدرش تقارن باريزومب واحد راح باريزومب بالليستر سيتي راح لمانشستر سيتي، ولا واحد راح سامدوريا، ولا ما على باليش راح للميلان، وامبولي راح للميلان، نفس الدوري نفس اوروبا. تقارن انت واحد جاي من قطر حياته كاع هو يلعب في الدوريات القطريه وكذا ويروح يلعب في اوروبا، ماشي كيف كيف. فلازم نعطوا له الوقت يوسف بالليلي، مد اساس الله يبارك ما شاء الله، اساس اساس من اروع ما يكون، اساس حطها له راكو شتوه يا خوتي من اروع ما يكون، اساس روعه، خرجها له، خرجوا وحده فصفص مع الغارديا، وزاد راوغ مراوغه شابين تحرك، كان يتحرك اليوم لعبوا مور المهاجم، ما لعبوش على الجناح الايسر بصح، وعلى كل حال كان يتحرك الجناح الايسر الجناح الايمن، كان يطلع لا ديفونس، فهمتوا يعني، قدم اداء مليح، ما نقولكش عالي عالي. التنقيط تاعو نحكوا على التنقيط ونزيدوا نكملوا نحكوا عليه، التنقيط تاعو دا بالليل كيما راكو تشوفوا 7.6، الله يبارك صافا ولا لا لا، يعني ما شاء الله تنقيط مليح، اللاعب جاي من الدوري القطري وراهو فلاطاك، ويعني راهو ديجا قدم اسيس،
فالله يبارك على يوسف الليلي مد تمر يعني مد واحد التمريرات كما نقولوا عميقه اللي خرج اللاعب فاس فاس مع الغارديا ما باش كيشتعكل طاح وحده، مد عرضيه كفر واقيل مد عرضيه خبطها في راس صاحبه ما نعرفش اسمه وما نكذبش عليكم طلع معاها طلع عقبت شويه على العارضه ما حطاش جيرك لداخل، يعني قدم اداء مقبول اداء مقبول نقدر نقولوا بالليل اليوم قدم اداء مقبول زاد قدم تمريره حاسمه ساهم في الفوز على الفريق تاعو حتى بالعقل بالعقل نعطوا له الوقت ما كما نقولوا بالليل عندك الوقت وابدا العب باللعب تاعك واش عندك ما تكثرش المراوغات اللي كنت تكثرها مع المنتخب الوطني الجزائري مؤخرا العب اللعب تاعك اللي كنت تلعبه مع المنتخب الوطني او في بدايه الدوره في بدايه ركز لي في بدايه الدوره تاع كاس العرب هذا هو الاداء تاعك المليح كمل بهذا الاداء تاعك وان شاء الله نتمنوا لك غير الخير هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي صافي بليزير اليوم شت بالرحمه تيرا صافي بليزير شت عوده اسماعيل بن ناصر صافي بليزير بالليل اليوم دخل اساسي ومن تمريره حاسمه ولعب وبدا يوالف صحابه هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي ما نطولش عليكم نقول لكم ليله سعيده تصبحوا بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام.